هو الحديد ده انا بنام بحلم بيه، يشيل ويكون تقيل ومش عارف ايه، بس هي هو دي المنافسه فعلا، يعني دي المنافسه بتنافس وزن كده انت عايز تشيله. انا كريم كحله، لاعب منتخب مصر رفع الاثقال. انا بدات اللعبه من وانا عندي 10 سنين. خلاني بدات اللعبه كان والدي، علشان عمي كان بيلعب اللعبه وكان بطل في اللعبه يعني، وهو حب ان يخليني اكون زي عمي يعني، ولعبني من وانا صغير. بعد كده لما كبرت شويه بقيت انا بقى اللي بحاول ان انا يعني احقق اهدافي، وبحط لنفسي اهداف واحاول ان انا احققها، وكان الهدف الكبير طبعا الدوره الاولمبيه. دخلت منتخب مصر وانا عندي 15 سنه. اول بطوله في المنتخب كانت بطوله العالم 17 سنه، لكن اول بطوله لعبتها وانا صغير كان عندي حوالي 12 سنه، كانت بطوله الجمهوريه. انا لعبت في بطوله العالم الكبار، يعني طبعا كان حلمي ان انا اخد ميداليه في بطوله العالم الكبار، خدت فيها المركز الاول، خدت ميداليه ذهب في 2023. لكن البطوله اللي كانت مؤثره بالنسبه لي قوي هي كانت دوره البحر في الجزائر وهران، كانت في 2022. البطوله دي بالنسبه لي هي كانت مؤثره جدا، لان كانت اول بطوله احقق فيها ارقام كبيره، ارقام فعلا عالميه يعني، وكنت بنافس مع كان وقتها كان احسن لاعب في العالم، وقدرت ان انا اعمل معاه منافسه واعمل معاه ماتش جامد قوي، وخسرت معاه بفرق كيلو، لكن يعني اول بطوله ادخلها بجد فعلا يعني. طبعا التجهيز للدوره الاولمبيه ده بالنسبه للعيبه بتكون انت بتجهز له من وانت طفل، يعني بنبدا تجهيز من المرحله دي. لكن التجهيز بقى الحقيقي فعلا هو بيكون قبل الدوره الاولمبيه بسنتين، لما بتبدا ان انت تتاهل يعني تدخل البطولات المؤهله للاولمبيات. هنا بيكون طبعا التجهيز والمنافسه، وطبعا زي ما قلت لك الدوره دي كانت صعبه، وكان لازم يبقى في مرونه ما بين ان انا هلعب بطولات كتير مؤهلة ومطلوب مني ان انا احقق فيها نتائج، ومع ذلك انا عايز برضو اوصل بشكل كويس وبفورمة كويسة للدورة الاولمبية. فالتجهيز كان طحن جدا طبعا، بس الحمد لله يعني قدرنا نعدي نص الطريق اللي هو التأهيل، وحاليا دلوقتي في الاستعداد ان احنا نروح نهاية الطريق او نهاية السباق يعني اللي هي الاولمبيات، وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا ونطلع على منصة التتويج ان شاء الله. يعني هي طبعا التحديات في الرياضه عموما بتبقى كبيره جدا، بالتحديد كمان لما بتكون انت هتلعب في بطولات عالم او بطولات او دورات اولمبيه او في المستوى دوت، بتكون طبعا انت الهدف كبير والهدف صعب، فطبيعي ان بيكون في تحديات كتير صعبه. انا بالنسبه لي انا بشوف ان في كل بطوله في كل تجهيز بطوله بيكون في حاجات كتير وتحديات كتير صعوبات كتير، وكلها بتكون مختلفه، يعني مش كل مره بتكون هي نفس الشيء اللي انت بتواجهه. يعني انا مره بواجه اصابه في كتفي، مره بواجه ان انا حالتي البدنيه في مشكله، بحاول ان انا اخرج من مشكله معينه، حصل لي مشكله في حياتي، فدايما بيكون في حاجات بتواجهها. في رفع الاثقال مختلف عن الالعاب القتاليه او الالعاب اللي بيبقى فيها مثلا الاثنين اللعيبه هيواجهوا بعض، احنا عندنا كلنا يعني حتى في البطوله انا مش بشوف المنافس بتاعي، يعني مش بشوفوش خالص، احنا الاثنين بنبقى بنشوف الحديد.